وسهلا لكم متتبعي ومتتبعات قناة درعا تي في. معكم سهام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ومختلف، بعيد على الطبخ وعلى الروتينات. اليوم غادي نوريكم روتيني المسائي اللي كنعتمدو في غالب الاوقات للبشره ديال الوجه ديالي، اللي كيعطيني واحد النضاره للبشره ديالي وتيخليها ديما بعيده على التجاعيد، وعلى حيت عرفتوا راه التاثيرات الخارجيه هي اللي كتخلي البشره ديالنا تاكل العصا ديال الوجه، وحتى الطريقه وحتى نوعيه المكياج، وحتى واش كنديروا المكياج بزاف ولا لا، وحتى اللي خدام الله يحسن العوان الاشعه ديال الشمس حتى هما كيأثروا بزاف على بشره الوجه. اول حاجه كنبدا بها البنات هي كنقي وجهي مزيان، كنقي البشره ديال الوجه ديالي مزيان، وكندير هذا القماش هذا، وكنستعمل باش نقي البشره ديالي كنستعمل الماء السخون. الا كنت هكا خارجه وجيت وغسلت وجهي، كندير في بلاصه الماء السخون كندير غير واحد الفوطه صغيره، كنكب عليها الماء طايب وكندوزها على وجهي غير باش يتحلوا ليا المسامات، باش يعطي ليا هذاك القماش اللي في ديالو. هنا البنات عندي القهوه، نتوما الا عندكم السكر البني استعملوه، انا دابا ما عنديش، عندي القهوه غنستعملها مع زيت الكوكو. داكشي اللي درت ما كفانيش حيت جمدات مع البرد، دابا كنستعمل هذه، راه كنوريها لكم ديما، لحد الان باقي كنستعمل هذه كتعجبني. غادي نخلطهم مزيان ونخليه واحد شويه يذوب ليا، غادي يسخن عاد باش غيذوب، ونديرو قماش البشره ديالي زوين بزاف، كيحيد لينا كاع داكشي اللي في البشره اللي ما حيدش الصابون وصافي. هادشي اللي كندير البنات. فاش كنغسلو، فاش كندير هاد القماش مزيان مزيان، كندهن بهاد، كناخد طونر اللي عندي اللي كنستعمل، انا كنستعمل هذا ديال اوريفلام مع هاد القطن هذا، كناخدو كوطون ديسكو صافي كيما كان، كناخدو كندير فيه هاد الطونر وكنمسح به الوجه ديالي بعد ما درت هذاك القماش، باش كيمسح لي كيحيد ليك البقايا اللي بقاو وما يبقاوش ليك في البشره ديالك، ولا ممكن تعوضوه بماورد. حتى هذا كنستعمله فاش ما كيكونش عندي الطونر، كنستعمل غير هذا ماورد كنديرو في القطن حتى هو، وكنستعمله وتنمسح به البشره ديالي مزيان. من بعد البنات كناخد، انا كنستعمل هاد نيفيا، هادي نيفيا كار هي اللي كنستعمل الوجه البشره ديال الوجه ديالي، كنديرها كندهن بها الوجه ديالي، كندهن بها وجهي مزيان صافي، وكنعس. فاش كنفيق في الصباح البنات اول حاجه كنديرها هي كناخد الصابون اولا صافي. فاش كنفيق في الصباح البنات اول حاجه كنديرها كنغسل عاوتاني بالصابون وبالمساعده ديال، كنستعمل انا هذا ديال لاغوش بوزي، راني هضرت لكم عليه زوين بزاف البنات، احسن صابون احسن سائل ديال البشره ديال الوجه، زوين بزاف وما كيحيد الحبوب، زعما كينشف البشره وكيسد المسام اللي كيخلي انه الحبوب يبان لينا في البشره ديال الوجه ديالنا، زوين بزاف. باش كنغسل كنستعمل ضروري البنات تكون عندكم يا اما هادي رخيصه بزاف كدير 15 درهم، ولا هادي كنت خديتها في اوريفلام، هادي ما كنستعملهاش دابا نهائيا، ولا هادي اللي عنده هادي حتى هي راه زوينه بزاف. هانتو كنستعمل هادي مع هاد الصابونه البنات، ها هي استعملوا هادي، اللي عنده هادي يستعملها، اللي ما عندوش يستعمل هادي، قلت لكم ما بقيتش انا كنستعملها، كنت خديتها في اوريفلام، ولا غير هادي، هادي راه رخيصه الثمن ديالها مناسب 15 درهم، استعملوها راه كتحيد كاع الشوائب اللي في الوجه، ودايره بالسيليكون كتعمل واحد الماساج زوين وخفيف على الوجه ديالنا،
وزوينه بزاف. وهاد السائل او الصابون ديال لاغوش بوزي راه زوين بزاف البنات، زوين 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 لحد الان. دابا تاني مره كنشريه زوين وكيدوز ليا بزاف. دابا هاد الكميه اللي كتبان لكم سالات منه راه دوزت ليا شهرين البنات، زوين بزاف. ما كنقدرش نستعمل دابا شي حاجه لوجهي من غيره. فاش كنسالي من هذا كنجي لوجه، راه هادشي جالسه في الدار ما خدامه ما خارجه ما حتى حاجه، كنجي كنمسح وجهي مزيان وكندير ليكرون ديالي. ضروري يا البنات من ليكرون، راه ليكرون كيحافظ لنا على البشره واخا نكونوا في الكوزينه. كاين الزيت، كاين الضوء، الاشياء غير الضوء اللي كيدخل الكوزينه وداك الغبره والمواد اللي كنستعملوها في الكوزينه راه كتاثر لينا سلبيا على البشره ديال الوجه ديالنا، وكتسرع لينا الشيخوخه ديال الوجه ديالنا واخا الكولاج ديالنا صغير. علاش لا ما نعتنيوش بها بابسط المكونات وابسط الاشياء، ومره مره يكون عندنا واحد الماسك ديال الكولاجين يكون طبيعي او لا نشريوه. كاين شركات دابا كيديروا هذاك الشيء ديال هذوك المواد ديال الكولاجين ولا فيتامين او، زوينين بزاف زوين بزاف. المهم كندير انا ليكرون كنخليه حتى كتشربوا البشره ديالي واحد شويه مزيان عاد باش كنستعمل هذه اللي خديت في كريستيال. يا البنات هاد بحال سيسي كريم، ولكن هي سيسي كريم ولكن هي في اللون الابيض، كتعطي واحد الاشراقه للبشره ديال الوجه ديالنا زوينه بزاف. هذا هو الروتين ديالي اللي كندير البنات في كل مساء في الاغلب ديال الاوقات، ما عدا الا ما كنتش في الدار او لا عندي شي عذر عييت ولا شي حاجه. بغيت نوريكم عاوتاني الفم ديالي فاش كنبغي نعس. فاش كنسالي داك الروتين كامل وجيت باش ننعس كناخذ هاد فازلين. هادي انا درت هنايا واحد شويه مع هداك الغوجا ليفغ ديال 24 ساعه، خلطتهم هنايا مع فازلين. كنستعمل هاد فازلين البنات زوينه بزاف واخا غاليه، غير هادي ب 25 درهم صغيره بزاف، فيها يلا 50 ميل كنستعملها، هي اللي كنستعمل الفم ديالي. كنديرها دابا تنخلطها مع الغوجا ليفغ كتعطيني هاد اللوين هذا زوين كيعجبني بزاف. واخا هاد الغوجا ليفغ ماشي شي حاجه اللي سميتو ولكن تيعجبني. ها هو هادشي اللي كاين واقيلا، صافي هادشي اللي كاين. هذا هو الروتين المسائي ديالي اللي كندير كل ليله قبل ما ننعس، وحتى فاش كنفيق في الصباح كنكمل على داكشي اللي بديتو في الليل باش تكون البشره ديالي نقيه وكتعطي واحد الشباب للبشره. المهم لاج ديالك ما تيبانش حيت البشره هي اللي كتبين. انا شحال من سيده كنعرفها وشحال من بنت عندهم واحد لاج اللي هو صغير، مثلا كتلقاها 20 سنه ولكن الا فاش كتشوفي البشره مسكينه ديال الوجه ديالها ما كتديهاش فيها مع الخدمه والستريس والعيا وهذا، وحتى قلت النعاس ما كتبان لك كتقول لك راه عندي 20 سنه ما كتيقيهاش. لهذا بنادم ما كاين لاش يخلي البشره ديالو حتى توصل واحد النتيجه اللي هي خايبه بزاف. نعتنيو بابسط الاشياء البشره ديالنا. كنتمنى الروتين المسائي ديالي يكون عجبكم وتستفدوا منه، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم بكم باش انا كل نهار كنحاول ما امكن ندير فيديو جديد باش تستافدوا من هذاك الشيء اللي كندير وهذا الشيء اللي كاين.